السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان مع بعض المنصة زي بيلدر، زي ما قلنا انها بتربط البيم بالسبلاي تشين بالكوست كنترول بالبلاننج بالبيدنج، وهنشوف مع بعض الكلام دوت في الدروس اللي جاية بإذن الله. لو احنا فتحنا البيم فيور واخترنا المشروع اللي احنا عايزينه وقلت له بيم فايل فيور، اختار المشروع اللي انا عايزه وليكن مثلا الاركتكتشر، اقدر اعمله داونلود لو انا حابب، اقول له فيو فيبدأ يفتحه لي. من ضمن الحاجات الممتازة جدا موضوع ال 4D دي، احنا كده عملنا انتجريشن بين الموديل والجدول الزمني سواء كان بريمافيرا او ام اس بروجكت. اقول له ال 4D فهو هيبدأ يقول لي ان انا اقدر اشوف التاريخ اهوت، تقدر تشوف المبنى هو بيتبني وتقدر تشوفه خطوة خطوة، وتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا الكونستراكت مثلا يبقى باللون دوت، يبقى فيه في زبادتي ولا لا، في اوبستي ولا لا، في كولر ولا لا، وهكذا. فتقدر تشوف كل مرحلة من مراحل الكونستراكت وكده بيفور وكرنت وافتر. انا بلاقي عندي هنا الكونستراكت اللي هي الحاجة اللي بتتبني، ودي استراكت زي ما تيجي تهدم، وتمب اللي هي الحاجة المؤقتة. كل الحاجات دي بتبقى موجودة في الجدول الزمني.